مازن أنا عندي فقرة اسمها Let's Talk، هي بتعرف المشاهدين أكثر عن شخصية مازن معظم. أول شيء بدي أسألك، شو السؤال اللي بيسأله مازن لحاله ما بيلاقي له جواب؟ يعني أكتر شيء إنه نحنا لي وصلنا لهون بلبنان، يعني إنه نحنا لي وصلنا لهون بكل المجالات بكل القطاعات، خاصة نحنا بالدراما اللبنانية. يعني دراما هيدي السنة ما في دراما لبنانية، ما في، يعني عم بحكي بيور لبناني. بزعل هيدا الشيء. هلا أوكي أنا مشارك بعمل عربي برمضان، بنبسط كتير لما شارك بأعمال عربية، هذا شيء بيغنينا نحن كممثلين، بس بتدل حزة هيك بقلبنا إنه الدراما اللبنانية مش موجودة. بسأل حالي إنه ليه، ما عم لاقي جواب إنه ليه وصلنا لهون، البلد كله ليه وصل لهون، ونحن ليه وصلنا لهون. مازن شو بنلاقي على الطاولة جانب سريرك؟ أنيت المي، أنيت المي دايما، أنا بالليل بشرب مي، ما في بلا مي. أنيت المي لازم تكون دايما مرافقتك، إيه لازم تكون موجودة أكيد. إذا كنت غير مرئي ليوم واحد شو معقول تعمل؟ بحاول إنه أعمل أي شيء إنه زبط الوضع بلبنان، يعني بحاول أعمل أي شيء إنه هيك يرجع يزبط ولو شوي الوضع، يعني وترجع هيك الأمور مثل ما كانت قبل وأحسن. أكتر متجه بتفكر أكتر، يعني مش شايف كتير بتفكر بحالك على قد ما عم تفكر بالوضع اللي نحنا عم نمرق فيه. قدي بعد عندك أمل أنه يتحسن هذا الوضع؟ ما فينا نعيش بلا أمل، يعني هذا الأمل لازم يضل موجود. نحنا ما فينا نعيش بلا أمل، نحنا بالنهاية بشر، يعني ما فينا نعيش بلا أمل وإلا منموت، يعني لشو بدنا نكمل بالحياة. الأمل دايما موجود، الطموح دايما موجود، الأحلام دايما موجودة، ونتمنى أنه يعني هيك بس بأسرع وقت تتغير الأمور للأحسن. مازن في شيء إذا كنت لحالك بتقوم فيه، شو هيك الشيء الوحيد اللي بتحس أنت بتعمله بس تكون لحالك؟ قراية، قراية بقرا، خاصة ليتلي يعني عم برجع هيك حب القراية أكتر. هلا مرقت فترة لأنه كان في كتير ضغط مسلسلات ما كنا نلحق نقرا سكريبتس يعني، بس هلا عم برجع روح صوب القراية. وبحب الطبخ، أنا بفوت على المطبخ بحب الطبخ وبعمل قصص. كان خبرنا شو أطيب شيء بتعمله؟ كتير بعمل قصص طيبة، يعني بعمل ستيك، جريل تشيكن، باستا أكتر من نوع، بعمل أبيتايزرز طيبين كتير، بعمل ساندويتشز هيك بخترع قصص، يعني كثير بعمل قصص طيبة. وشو آخر كتاب هلأ عم تقري حاليا؟ عم رجع بصراحة، عم رجع هيك نحن وصغار كنا دايما نقرأ خليل جبران خليل جبران، عم رجع أقرأ الجبران خليل جبران، وعم أقرأ كمان ريتش داد بور داد كمان عم أقرأ، يعني هلا بس اخلصهم بدي افكر بعد شو بدي اعمل. يعني في جمله دائما بتضلك عم ترددها، بتضلك هيك عباره او جمله؟ اكيد اكيد، وقل لمن يدعي في العلم معرفه حفظت شيئا وغابت عنك اشياء. مازن انا بدي اشكرك، ان شاء الله تكون حبيت هالمقابله، بشكرك دائما يعني، ونحن دائما بنفتخر بممثلين مثلك، وعلى امل انه كل شيء يصير مثل ما كان او احسن. ميرسي لك وجود لك للبلاتفورم تبعكم. ميرسي.